إن في يوم من الأيام يروى أن عمار بن ياسر، هذا رجل عزيز على قلب علي بن أبي طالب، عمار بن ياسر إجى الأمير المؤمنين ضايج. فالإمام قال له خيرك؟ قال له يا أبا الحسن، أنا واقعا مطلوب دين، ما عندي فلوس أسدد. فالإمام سلام الله عليه قال له سهل، أخذ لك حجر من الأرض. قال شو سوى؟ قال خذ حجر بيدك على حجارة وشي جيبه. عمار نزل، سام ذاك الوقت ما كان له تبليغ، حتى الشوارع نظيفة كلش، مثل حالنا احنا، سماع بعض مناطق ما مختلفين كلش عنه. فشال امير عمار بن ياسر شال حجاره وقال له هذه، قال له اقرا عليها هذا الذكر، قل لها اقرا عليها هذا الذكر، قل لها بعلي. قال له يعني شو اقول؟ قال له قل بعلي كوني ذهبا. يقول هذا عمار بن ياسر مسك الحجاره قام يقول بعلي كوني ذهبا، بعلي صار ذهب. فالامام علي سلام الله عليه قال خلاص روح سدد دينك. هذه لغه قد تكون غريبه على الناس الان، لان الناس ابتعدت عن لغه الروح، والا اولياء الله كل شيء يسوون. فراح عمار بن ياسر سدد دينه وزاد ذهب علم. الرجل مو مثل تفكير بعضنا مع الاسف. جاب الزايد رجع للامام علي قال له مولاي خلاص سدد الدين، ثاني شو اسوي بعد؟ ما راح ضمن يتصرف به كذا لا. قال له يا امير المؤمنين هذا زايد وين اوديه؟ قال له رجع تراب. قال له يا امير المؤمنين شلون رجع تراب؟ قال يا ضعيف الايمان جعلته ذهبا بعلي ارجعه ترابا بعلي. ها سويته بعلي الذهب رجع تراب بعلي.